في ظل الجدل الكبير الذي تثيره أسعار تذاكر رحلة الجوية الجزائرية وسط زبائنها خاصة من الجالية بالمهجر، كشفت الشركة عن الآليات التقنية الخاصة بالأسعار المقترحة، وهذا خلال اجتماع ترأسه وزير القطاع خصص للاطلاع على السياسة التجارية للشركة، وتبين أنها تعتمد على نفس الأسعار في 2019 كسنة مرجعية بحساب بعض المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود والتأمينات وسعر الصرف. ضرورة اعتماد المقاييس الدولية في تحديد أسعار التذاكر، ومن خلال اعتماد طرق وأنظمة معلوماتية مباشرة متعلقة بالأسواق وتعتمد في تسييرها على معايير دولية ومقاييس تمكن الجوية من أن تكون لها التنافسية اللازمة من ناحية الأسعار. كما تعتمد الجوية الجزائرية على النظام المعمول به دوليا في تحديد أسعار التذاكر الخاضع لقانون العرض والطلب. كإجراءات انتقالية ضرورة اعتماد في السعر المرجعي لسنة 2019 كسعر مرجعي انتقالي يتم من خلاله إضفاء عملية تحيين سواء تلك المرتبطة بالزيادات التي شهد الوقود أو الزيادات التي شهدها المحيط الجبائي والجمركي على المستوى المحلي والدولي. وتشدد الحكومة على ضرورة تحسين الجوية الجزائرية لخدماتها المقدمة تماشيا مع البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز الرحلات تزامنا مع موسم الاصطياف.